اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين حوارنا مع دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير والمؤدي النفسي الكثير من الفرق. كابتن كنا بنتكلم او دكتور كنا بنتكلم قبل الفاصل. كابتن حلو والله، عمرت بحضرتك كنت مدير فني فولي بول وعملت شيفت كارير بعد طبعا 2011 ودخلت في الموضوع النفسي، وده موضوع حقيقه نادر جدا في مصر ولكن هو موضوع مهم جدا. انا في بعض الامور اللي برضه حضرتك انا ما اعرفش تفسيرها ايه، يعني بلاقي لاعب ناجح جدا بعد ما بيبطل كانسان ما بينجحش. طب ازاي اللاعب ناجح وازاي بعد ما بطل الرياضه ما بقاش ناجح؟ ايه السبب في ايه؟ هو اتبنى كلاعب مجموعه الاعداد البدني والفني والخططي والسيكولوجي، بس ما اتبناش كانسان. وذاك بقول بقى المدرب الشاطر، الشاطر هو ده اللي هيقعد في تاريخه الشخصي، ان انا كم انسان بنيته، كم لاعب بنيته. دي على فكره فتره صغيره، بس كم انسان بنيته، لا دي كبيره قوي على فكره. وازاي كان حرصي وانا معايا لعيبه ويقدروا يسالوا لعيبتي اللي كانوا موجودين معايا بقى الفترات اللي فاتت، حرصي انا عليه كانسان ان انا بعد ما اسيبه ابقى مطمن جدا على درجه نجاحه كانسان صالح في الحياه، كمواطن في الحياه، في المجتمع، نجح في علاقاته، نجح في شغله، نجح مع اسرته، نجح مع زمايله، نجح مع اولاده. ده مهم قوي، مش ان هو نجح بس في الملعب. بشوف ناس كتير كانوا ناجحين في الملعب بس بيصعبوا عليا قوي لما اشوفهم بيتكلموا. لا، علاقاتهم متلخبطه وبيخبطوا يمين وشمال ويطجنوا في شخصيات صح كبيره يعني صح. لكن انا بشوف شفناها كلنا موجودين بقى، وحتى ناس كبيره يعني كده. لكن انا لو ربيته كانسان الدنيا تختلف خالص بقى في رصيدي انا شخصيا. ان نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم، صدق الله. انا بركز قوي على الجزء ده وانا بشتغل. طب قول لي يا دكتور، دلوقتي انا لعيبه كتير جدا، انا كنت منهم يعني، ممكن يطلع من المباراه يقول لك لا انا ما عنديش حظ. الحظ موجود في الرياضه مطلقا على فكره، مطلقا. بص بقى، مش حظ خالص، انت بتنفي لي حاجه مطلقا. مفيش حظ في ليها قانون بقى، لو حضرتك فهمت قانون الحظ الدنيا بقى تمشي. طب قول لي القانون يا استاذ المشاهدين، لازم الناس تعرفه. اولا ربنا سبحانه وتعالى قال قانون كده في الكون، ان كل شيء خلقناه بقدر. صدق عارف حظ يعني ايه؟ حظ يعني حاجه حاشا لله وقعت من السماء كده. لا، هي في حاجه قانون اسمه مكافآت في غير اتجاه الانشطه. يعني ايه؟ لعيب بيتمرن جامد قوي، مموت نفسه تمرين، درجه الجهد بتاعته في الملعب عاليه جدا جدا، ودخل فيه جونين كده يعني مش مظبوطين خالص في وقت من الاوقات، زي ما حضرتك اتكلمت كده في كورك عامل دخل الجون، حصل حصل. يجي ربنا سبحانه وتعالى خلاص هو تعرض لازمه اهي، يجي يقول لك حظ، يعني ربنا يكافئه بقى في ماتش تاني، هو يروح زاويه في البلانتي والكره تطلع اوت في الزاويه الثانيه. ده مكافاه ربانيه. دي مكافاه ربانيه على مجهوده. انت شايفه حظ؟ لا طبعا، هي مكافاه على مجهوده. حضرتك شايف ان الحظ يذهب لمن يستحق؟ طبعا، مفيش كلام 100%. ما انا بقول لحضرتك، هي لو كلمه حظ دي، هو ليه فرق كتيره جدا ما بتتغلبش؟ تتغلب ماتش اول ماتش اللي بعده يقول لك ايه؟ يعني هو ده عنده حظ وانا ما عنديش؟ يعني ايه عنده حظ؟ صحيح. ازاي فريق طيب بيقول مفيش ربنا اصلا؟ حاشا لله يعني. يعني ناس مش خالص موجود في الدنيا يكسب فريق بيقول فيه ربنا وقاعدين يصلوا في الحسين ده فعلا الكلام ده بيتقال. قانون الكون يا باشا ما فيهوش حظوظ. قانون الكون فيه معادله كده، السنن في الارض، السنن اللي موجوده طبعا. اسمها ايه بقى؟ اسمها الجهد في الوقت في الاتجاه. سجل المعادله دي، الجهد دي مهمه جدا. الجهد في الوقت في الاتجاه، في الاتجاه ده صحيح. ما انت ممكن تعمل جهد دلوقتي في اتجاه غلط، بتمرن غلط، يبقى انت كده هتروح واحد ماسك سنارة سمك وعمال قاعد على حمام السباحه بقاله يومين بيعمل جهد اهو، حظه وحش قوي ومد وقت. ايوه بس بصوت حمام السباحه مفيش سمك، مفيش سمك هنا، صح كده؟ فلازم اطمن على اللعيبه بتاعتي وبتبذل جهد، هل الجهد مناسب بتاعه ولا بيطنش يريح؟ طب مين اللي يحقق الاتجاه؟ مين اللي يثبت للاعب اتجاهه؟ ان انا طول ما انا ماشي بقيم، اسمها الكايزن. الكايزن الياباني دي استراتيجيه تقول لك التحسن المستمر. لازم انا لما اشتغل الشغل ده مع المدرب قياساتي بعد فتره المدرب بيقول لي يعني اكيد انا الكيرف بينزل شويه مع المجهود، هو ده طبيعي. بعد يومين يحصل ريكفري، يطلع اشوف بقى الايه الاخبار بتاعتي، الاستاتستكس بتاعتي في الماتشات الى اي مدى انا في نقله في الارقام بتاعتي، دي ضروري انا اشوفها، يبقى الاتجاه بتاعي صحيح. اذا الوقت والجهد في الجهد في الاتجاه، في الاتجاه لازم الثلاثه دول يبقوا ماشيين صح. شلنا واحده كل حاجه باظت. لو شلنا الجهد يبقى حضرتك عايز تضحك على قانون الكون، مفيش شجره بتطلع في ثلاث ساعات. انت عايز بس احنا ليه بيحصل معانا كده؟ ان انا بدخل فيلم في السينما
فاشوف البطل غلبان قوي قوي، وبعد ساعه ونص في الفيلم الاقيه رجل اعمال كبير. ده مش رجل اخضر مثلا حول، ده مش ما بيحصلش في الحقيقه. يعني حضرتك بتنفي يا دكتور نفي مطلق ان في حاجه اسمها حظ؟ هي بس بقول لحضرتك ايه، مكافاه ربنا سبحانه وتعالى يجعلها في غير مكانها. هضرب لك مثلا سريع عشان الساده المشاهدين يفهموا الموضوع. هاجر عليها السلام مثلا كان السعي بتاعها في الصفا والمروه، السعي صعب جدا، سبع اشواط صعبين. احنا بنروح هناك احنا بنروح هناك تكييف ورخام ومعانا الموبايلات والميه جنبنا بتاعت زمزم، مش كده؟ هي عملت السبع اشواط دول في الوادي، مفيش اي حاجه معبده. واسماعيل عليه السلام بينه وبينها 135 متر، مسافه بعيده قوي. بعد كل الجري الصعب جدا ده ما طلعتش الميه في الصفا والمروه. تصور انت لو احنا اللي بنحط المكافاه هنطلع لها الميه المكان اللي جريت فيه. كان ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لنا يقول لها ان مش شرط المكان اللي هتجري فيه اطلع لك فيه الرزق. ده الله. الفرق بين اسباب الرزق وباب الرزق. حضرتك بتشوف بقى باب الرزق دي ان هي حظ؟ لا، هي مكافآت على جهود في اماكن اخرى في الحياه. زي ستنا مريم وهزي مظبوط هي ممكن تقع لوحدها. صحيح صح. فالمكافأة جت من عند ربنا، بس تجي لك فين؟ مش انت اللي تقول. دي لازم نقف عندها. يعني لازم وقف. اصل مريم عليها السلام حصل معاها موقفين. الموقف الاولاني كلما دخل عليها زكريا المحرابه وجد عندها رزقا. قال يا مريم ان لك هذا؟ قالت هو من عند الله، ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. خلي بالك هنا الرزق جالها من غير ما تعمل اي حاجه. لا تاني، يعني الرزق ممكن يجي لك من غير ما تعمل حاجه. بس خلي بالك بقى، ودي اللي برضو في الرياضه كانت موجوده، ان انت ممكن يجي لك مكسب وانت ما تعبتش فيه دلوقتي. تمام، انت بعد اسبوعين ثلاثه هتلعب ماتش حلو قوي وتخسر. خسرت ليه بقى؟ ايوه ماشي، ما انت الماتش اللي هناك ده كسبته، ما كسبته كده برضه. هي الدنيا بس كلها المعادله كده. دايما قدام عينينا جهد في وقت في اتجاه. هتمشي بالمعادله دي هتلاقي بقى الحظ تحت رجلك، هتلاقي المكسب، هتلاقي ان انت بقيت بطل. لازم تعمل الثلاثه دول. المعادله الثانيه بتاعت مريم عليه السلام. تمام. الدنيا ضاقت جدا. هي حامل و طبعا احنا عارفين القصه. طبعا. فتصور بقى حضرتك ان في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى هي تقول يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فنداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخله. جذع النخله جامد. في الوقت ده بقى مش مفروض ان هي تهز لانها تعبانه جدا. طبعًا. ربنا بعت لها الرزق لما كانت تقدر تعمل جهد. ولما ما تقدرش تعمل جهد خالص طلب منها جهد. دي فعلا درس كبير، درس الرياضي. ليه بقى؟ لما المدرب يضغط عليك قوي، لما الظروف تتلخبط قوي معاك، هيبقى مطلوب حضرتك حاجه اسمها الميل الاضافي. يعني ايه الميل الاضافي؟ لا واحده واحده. الميل الميل الاضافي. الاضافي هو الدنيا ضغط عليك قوي. مش هتريح بقى هنا. لا، خبطت خبطه في رجلك، رجلك سبين انكل، متحمل عليك في التمرين، كل الكلام ده. ماشي، هنا عايز منك الميل الاضافي. انت كنت بتبذل جهد قد ايه قبل المشكله دي؟ 5 من 10. ماشي، عايزينه 7 اللي هي وهزي اليك. يعني كل ما الدنيا تزت عليك والتمرين مطلوب وهزي اليك دوس اكتر. ايوه طبعا، هو لازم كده، وان المعادله كده. يا اما بقى سلم وروح اقعد في بيتنا. اللي بيروح بقى ما ياخدش بقى ايه المكافاه، اللي هو الحظ. ايوه اللي هي الحظ. عيني عليك يا دكتور انت كده. بص يعني انا نفسي هطلع هنا اللي هيقول لي حظ بعد كده خالص. مفيش، ما فيش، مش مفيش حظ صح.